فعلشان كده كان في النائبه في مجلس النواب كارولين ماهر يعني قدمت مشروع بتغليظ العقوبه بالنسبه بقى لتسميم الكلاب وكمان تعذيبهم علشان الموضوع يكون هنا في وقفه والحيوانات كمان. مهم جدا يكون هنا في وقفه وبرجع قرر تاني يكون في وقفه ان احنا يا جماعه ما ينفعش نموت اي حاجه قدامنا. في كلاب مسعوره وفي حاجات ممكن تبقى قدامنا يعني نتعرض يعني لخطوره منها لكن مش كله. ودلوقتي بقت في حاجات اخرى كمان بتتم التعامل وما لهمش حق ان هم يقتلوها حتى لو هو مسعور. بتتم التعامل معاها دلوقتي ان انت بيطعموهم وبيحط لها رقم في ودن الكلب او يرتاج. في ودن الكائن اللي موجود حواليك يعني علشان يقدروا يتخلصوا عشان ما يحصلش يا جماعه انقراض برضو للحيوانات.